هنئكم أيها الأحباء بهذا العام الجديد وبعيد الميلاد المجيد ومفاجأة حضور السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، مفاجأة سارة ولفتة إنسانية كريمة من سيادة الرئيس. وإنني لا أقول باسم الأقباط ولكن باسم كل المصريين، شكرا لك سيادة الرئيس. نشعر أن مصرنا تبدأ عهدا وعصرا جديدا وفكرا جديدا بروح جديدة نبنيها سويا كلنا كمصريين، نبنيها من أجل مستقبلها ومن أجل مستقبل أبنائنا ومن أجل أن تحتل مصر المكانة التي تليق بها بين كل الأمم في العالم.